طبعا اليوم من ساعات الفجر الأولى كانت مقاومة شديدة في دخول قاعة الوطي، كانت مواجهات عنيفة جدا، ولكن تمكن بفرض سيطرتنا بقواتنا وبشبابنا وشاوس 17 فبراير وبركان الغضب. تمكننا اليوم بالدخول إلى قاعة الوطية، وهذا أمامكم اللي هو حاليا في قاعة الوطية أمامكم، هذا المهبط الرنوي اللي تم إقلاع منه الطائرات اللي كانت تستهدف في قواتنا. حاليا إحنا في هنجر الدعم الإلكتروني أو الدعم الجسلي اللي هو موجود حاليا ببعض التجهيزات قاعدة كلها حديثة، كلها أجهزة حديثة وذخائر حديثة، وحنمر بكم للهناجر متاع الطيران ومتاع المنظومة الروسية اللي تم استهدافها من قبل السلاح الجوي لقواتنا. وفرضنا كلمتنا احنا اليوم، اثبتنا ان اليوم دخلنا طبعا بتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، تمكنا من تحرير قاعدة الوطية، وفرضنا كلمتنا بثوارنا بمقاتلين اللاشاوس، وحاليا احنا موجودين في قاعدة الوطية، وان شاء الله اتجاهنا الى الشرق باذن الله، اتجاهنا للشرق. قالوا صعبة الوطية، ان صعبة دخولها، لكن لا يصعب على ثوار 17 فبراير بركان الغضب شيء. ذلت الصعاب امامنا وتمكننا بالدخول، وفرضنا كلمتنا، وما زال حنتم تحرير كامل التراب الليبي، حننظفه من الشرادم ان شاء الله باذن الله، ومن الجنجوين ومن الفنجار والجيال، كل من كر وجابوا من جميع الجنسيات، لكن بفضل الله بفضل الشباب. اليوم واحنا في رمضان، اليوم 18 في الشهر، تمكننا من تحرير قاعدة الوطية، وحنقوم بتحرير ان شاء الله الايام الجايه القادمه، حنقوم بتحرير عده مدن من ضمنها ترهونة، جدابيا، سرت، بإذن الله اتجاهنا موجودين للشرق، موجودين وحنفرض كلمتنا. وهذا تشبحوا في ثوارنا اليوم، ظلت الصعاب أمامنا بقوة مقاتلينا وشاوسنا، بتخطيط هندسي عسكري دقيق جدا من ضباطنا ومن ضباط صفو من جنودنا المقاتلين والناس اللي كانت والقوات المساندة كانت تساند فينا. الحمد لله احنا موجودين. شكرا جزيلا الوطن. شكرا الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. يعني نعم افندي، تو ننطلقوا للمكان الثاني وين فيه المنظومه وين فيه الطيران التابع لحفتر اللي تم السيطره عليه في الدشومات، طيران جاهز للاقلاع والمخازن، وتشوفوا طيب. حتى الجثامين المحروقه داخل العربات وكذا طيب. ننطلقوا وتشوفوا الرنوية، كل المهابط الرنوية تحت سيطرتنا بالكامل. طيب شكرا جزيلا لك افندي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. يعني هذه كانت جوله اخذناكم بها داخل قاعده الوطية التي كانت عصيه على قوات الوفاق لعده سنوات، هي الان تسيطر عليها بعد معارك فجر اليوم مع قوات حفتر. سنعود اليكم بعد قليل في صور اخرى من مكان اخر من قاعده الوطية. كما تعلمون بان قاعده الوطية كبيره جدا، مساحتها 50 كيلومتر مربع. سوف نذهب الى مكان اخر لناخذ الصوره وننقل الصوره كما هي على أرض الواقع. شكرا لكم.